موسم مطري يدخل الأجواء ضمن حالة عدم الاستقرار الجوي، تزامن معه إعلان حالة الطوارئ المتوسطة من خلال 12 فريقا ضمن مركز طوارئ أمانة عمان للتعامل مع فصل الشتاء وما يخلفه من بؤر ساخنة، ولمتابعة جاهزية خطوط تصريف مياه الأمطار ومعالجة الأماكن المتضررة. أمانة عمان منذ إعلان حالة الطوارئ قامت بنشر المعدات والمواتير والمواتير السحب والغاطسات على المواقع الحساسة التي تشهد سابقا بعض الملاحظات للتعامل معها. بتم مراقبة الحركة المرورية والإبلاغ عن أي حوادث ممكن إنها تصير أو عوائق في الطرق، وخصوصا في حالات الطوارئ المتوسطة والقصوى وهطول الأمطار والحركة المرورية الاعتيادية. فرق وزارة الأشغال العامة تركز العمل على النقاط الساخنة المتضررة جراء هطول مياه الأمطار ومعالجة وتدعيم ضفاف مجاري السيول بجدران استنادي وسواتر ترابية وتنظيف العبارات الصندوقية. أعلننا حالة الطوارئ لكن ما تلقينا أي ملاحظات الحمد لله، يعني في بعض الملاحظات البسيطة، ما كان في إشي تقريبا، يعني ما استدعى أنه يحرك أي فرقة فنية تم معالجتها بسرعة قصوى. احنا استعدينا، وزارة الأشغال العامة والإسكان استعدينا أو بدأنا بالاستعداد منذ انتهاء الموسم المطري الماضي. كانت الخطوة الأولى تفريغ الملاحظات والبلاغات اللي ورددنا في الموسم المطر الماضي. وأعلنت وزارة الأشغال وأمانة عمان عن استقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين عبر خطوط اتصال ساخنة في غرف عملياتها للتعامل مع الحالات الطارئة وارتفاع منسوب المياه وأي أضرار أخرى للحيلولة دون وقوع الخسائر. حمزة نهار، المملكة، عمان.